فين هذا اشرف محمد اشرف، وبالتالي يسعى للتصدي من خلال مباراه اليوم هنا في هذا اللقاء. كره من ركله جزاء مبكره لمصلحه السد، يبحث من خلالها عن التسجيل وابقاء امال الانتصار واعاده معيذر الى الدرجه الثانيه لينجح خلفان بكتابه اول يسطر العوده. نعم يسجل خلفان اذا، ويتقدم الزعيم السداوي بهدف ياتي من ركله جزاء باقدام الفنان خلفان ابراهيم الذي يسجل ثالث اهدافه من ركلات الجزاء في هذا الموسم، والهدف رقم 11 رسميا لخلفان ابراهيم. خلفان بطولة الدوري، شوف الكرة الماضية ضاعها بشكل مثالي جدا في الشباك، ويعلن عن التقدم لركلة الجزاء الثالثة التي بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، مرحبا بكم وعودة مجددة تجمعني وإياكم إلى بداية الأحداث هنا في شوط المباراة الثانية. فيها محاولة خطيرة وهدف ثاني يأتي لمصلحة السد مبكرا مع بداية الأحداث. محمد كسولة يسجل ويضع الكرة في الشباك ليعلن عن ثاني الأهداف لمصلحة الزعيم السداوي، والهدف الشخصي الثاني أيضا للاعب محمد كسولة. شوف الكرة الماضية وصلت لمحمد ووضع الكرة في الشباك ليعلن عن التقدم الآن، ويسجل ثاني أهداف في بطولة الدوري بعد أن سجل في لقاء الفريقين في القسم الأول في مباراة 5-1 مبكرا. شوف مع نهاية شوط المباراة الأول سجل معيذر هدف التعادل، ومع بداية شوط المباراة تعود الكرة في الجهة اليمنى الآن، البحث عن عرضية، تأتي العرضية في منطقة الجزاء والهدف الثالث يسجل. المهدي يضع الكرة في الشباك الآن، أو يوسف أحمد نعم، ويعلن رسميا عن هبوط نادي معيذر إلى أندية الدرجة الثانية. جاء الخبر الأكيد، وصل الخبر العاجل، لكنه ليس بالخبر المفاجئ، فهو متوقع منتظر من خلال مباراة اليوم. يوسف أحمد يضع الكرة، لكن شوف كرة، يا سلام على عرضية في غاية الروعة تأتي من نذير بالحاج على رأس يوسف أحمد، يضعها في الشباك ليعلن عن ثالث الأهداف لنادي السد في مباراة اليوم. ويوسف أحمد أخيرا يسجل، أخيرا يسجل على مستوى مسابقة بطولة الدوري هنا في هذا الموسم. فيها محاولة ملعوبة لوجود فيها التسلل، وصلت إلى حسن الهيدوس في منطقة الجزاء، من حسن يلعبها فرصة الرابع، نعم يأتي الرابع، يسجل خلفان إبراهيم رسميا الهدف رقم 71 في مسيرته و58 في الدوري هنا بقميص نادي السد، والهدف رقم 12 في هذا الموسم ليصبح ثاني الهدافي. لا وجود للتسلل، برافو لرمزان النعيمي، وحسن الهيدوس ينجح في التمرير، وخلفان يوقع رسميا على تذكرة العودة لنادي معيذر إلى أندية الدرجة الثانية بقرار يأتي من السرحان، بقرار من الذيب، نادي معيذر يعود إلى الدرجة الثانية. هدف رابع، 4-1